اليوم اللي كنهضر تنهضر انه يعني ما هو الحل، حيت كاين بزاف الجماهير كتخرج كتقول لك اودي احنا الطوسي ما عندنا ما ندير بالطوسي. حتى انا راه كنت بالنسبه لي انا كنامن بان الطوسي ماشي رجل المرحله. علاش؟ لان الطوسي لان انا ضد ماشي كيعجبنيش الطوسي، لا انا ضد الفكره التعاقد مع مدرب اللي كان جالس مده طويله. المدرب اللي كيجلس مده طويله معناها هذا يعني لا يغري الفرق، وبالنتيجه لا تاتيه عروض. المدرب اللي ما كتجيش عروض راه ما يمكنش تجي انت من دون الناس وتقول انا اللي كنفهم في الكوره غنجيبو. خاصك تقرا هذه المساله مزيان. دابا اللي كاين هو انه الفرص مع الاسف يعني انفصال على فيلموتش جا في واحد الوقيته اللي صعيب باش تلقى بديل، صعيب باش تلقى مدرب في هذا الوقت ودوك اللي فيهم الضو كلهم اونكاجي، كلهم شادينهم فراقيهم ودير معاهم برامج ما بغيش ينفصلوا عليهم. دابا اش كيبقى؟ والفلوس ما كايناش باش يمكن لك دير تعطي للمدرب باش يدير باش يفسخ العقد ديالو ويخلص داك الشرط الجزائي. اذا اش بقى؟ بقى انك تقلب على مدرب اللي تكون التكلفه ديالته شويه طايحه ويكون مستعد يتونجاج معك. وانا شخصيا انا ما عنديش حاجه الوجوع عليا وجا واحد راني فايت انا في المنشور في واحد الفيديو قلت بانه الرئيس لا يجب ان يتعاقد مع اي مدرب مكلف للفريق في هذا الوقت بالذات، لان حنا دابا بغينا غير شي مدرب اللي يجتاز بين المرحله حتى لشهر 6 ونقلبوا. عندنا 4 شهور قدامنا تقريبا اللي باقيه نقلبوا على خاطرنا المدرب اللي من قيمه الرجاء واللي عنده ان بروجي وعنده وفايت خدم وعطى الحلول ديالو فايت دا العصبه فايت عطى يعني لا بروفي سميتو او الى بروفي كيلي ا لونتور دو غون راجا. دونك هادشي اللي كنا باغيين. دابا العرض ما كاين شيء، الاختيارات ما كاينه شيء، المكتب ما قدرش يثيقوا في شي واحد يعطيو الفرقه 6 شهور، كاين ضغط ديال الجماهير لان باغي المنافسه على العصبه وعلى البطوله. فهنا في المكتب دخل في ديك سميتو خصنا مدرب اللي يكون يعني عنده تجربه وعارف الرجا، عنده ان ستيل دو جو قريب ديال الرجا. سميتو انا واحد القضيه كنامن بها وهذا كيبقى رايي الشخصي بطبيعه الحال في خصوص المدرب الطوسي. يعني قبل ما نحكموا الطوسي اجي نشوفوا راسنا، غير حيت واحد القضيه اللي خصنا نامنوا بها هي اللي كيخلق النتائج هذا ماشي هو المدرب. اللي كيخلق النتائج هو لو بروفيل ديال هو اللي عندك في لو تيغان. حيت المدرب اش كيدير؟ كي اورغانيزي، ولكن لا ديفيرونس ولو غيست كيديروا العام. عندك كويري 10 واعر راه كتخسر عليها جوج كلمات، اتونسيون ما تفوتش هنا ما تفوتش، عندك واحد 15 متر على توش ادغوات ما توصلش ليها، عندك لهاد الجي تاني 15 متر ما توصلش ليها بقى لاعب ليا الوسط باش تعمر ليك بلاصه، صحابكم اللي يقلبوا على لي سوليسيون تخرج لهم تاخذ الكره. عندك 10 كتعطي غير هاد لي كونسين صافي كلشي كيكملوا من عنده لان عنده في رجليه. كذلك ليلي كذلك لا ينظروا كيفاش il suffit de donner des consignes donner le périmètre كتعطي اللاعب لو بيريمتر فين يلعب شي لاخر كيدير اللعاب. اللهم يكون عندك كويريه موجودين وكويريه واعرين، اللهم ما دير شي حاجه واخا تجيب اللي جبتي في المدرب. دونك من هذه القناعه كنطالق بانه كنطرح واحد السؤال قبل ما يجي الطوسي وقبل ما نختاروا الطوسي، واش الراجا كانت مسلكه راسها في النتائج او لا؟ ما تندويش على العرض، باقي ما وصلناش لمساله العرض، حنا كنجيو دابا على المنافسه اللي كيخصها نتائج. داخلين حنا في البطوله وداخلين كذلك في كاس افريقيا في العصبه. هاد المنافسات بجوج كيخصهم نتائج، خصهم كره في الفيلي، خصهم الرباحات ماشي خصهم الفراجه. اللي بغى يتفرج يمشي للسينما، متفقين؟ دونك الرجاء كايفيكتيف استطاعت تخرج من عنق الزجاجه واستطاعت انها دير نتائج مزيانه لا في البطوله ولا في كاس العرش. يعني منذ ذهاب لبلجيكي الرجاء غادا في الطريق المستقيم وغادا في الطريق السوي. داكور؟ اذا مادام هاد الفرقه هادي بلا مدرب غير مساعدي المدربين اللي هما كانوا مدربين ديال الاقسام الصغرى واقفين في التوش، مع ذلك هاد اللعابه استطاعوا يسلكوا راسهم. بمعنى اذا جبتي لهم واحد المدرب اللي هو يعني عنده دي نوسيون دو باز ديال التدريب ديال لورغانيزاسيون دو جو، عنده ان فون دو جو، عنده واحد ستيل دو جو، جبتي ولا ان بروجي دو جو باش نكون دقيق في الكلام ديالي، عنده في راسو ان بروجي دو جو كيعرف شنو هي كيفاش يمشي فرقه في هاد الربع ساعه وفي هاد الثلث ساعه وكيفاش يقلب اللعب في الدوزيام ميطا، عنده دي بروجي دو جو في راسو. جبتي هاد المدرب ووقفتي في التوش، راه هاد اللعابه اللي هما داروا النتائج هاد الايامات راه غيديروا اكثر من هادشي اللي دار.
يعني غتولي النتيجه ولا مانيير يسيفي انه كي اورغانيزيهم، لان لا مانيير باش كتجي، كتجي كل واحد كتسهل عليه الماموريه في اللعب، كيسهل عليه اللعب باش كيسهل اللعب بلورغانيزاسيون سيغ لو تيران. مشكل عند الرجاء اللي كان عنده هذه مده ديال شهرين هو مشكل اورغانيزاسيون سيغ لو تيران. كاين لا راج، كاين لا كومباتيفيتي، كاين تقاتيل، كاين بعض التقنيات، بعض اللعابه اللي كيحلوا المشاكل التقنيه بفضل التفوق الفردي ديالهم كاين، ولكن كتنقص فرقه اللي مهم، حاجه اللي مهمه في الفرقه هي لورغانيزاسيون سيغ لو تيران. تيبان لك كاين واحد الضوينه، تيبان لك ما كاينش داك التبادل ديال الكره لا بيرميتاسيون دي بوست، ما كاينش ديك الثقه في النفس. اللاعب كيشدوا الكره كدير عليهم بواحد السرعه، استرجاع ما كيكونش دغيا، وهذه راه مشكله في الرجاء المده هذه. الرجاء ما كتمشي لها الكره ما كتسترجعهاش دغيا، خص الفرقه الاخرى تبقى شاده كدور فيها ما قادينش يجيبوها. وبطبيعه الحال انه كاين مشكل ديال النقص ديال اللياقه البدنيه، ف ما كاينش لورغانيزاسيون، نقص في اللياقه البدنيه راه باص لهاد الناس تكانوا بالتخربيق التكتيكي، ومع ذلك كيجيبوا نتائج. فإلا حطيتي لهم واحد اللي كيعرف شويه في لا تكتيك، راه الناس بلا ما تبقى تضخم في المسائل، راه هاد السيد غادي يوقف غيدير النتيجه من غدا، انا متاكد. اشنو اللي خاصنا دابا؟ خاصنا نعرفوا باننا نحن في هاد المرحله هادي، راه كاين الناس اللي باغيين ما بغيناش نزيدوا قدام، ياك؟ الناس اللي ما بغيش يزيدوا قدام راه فيهم بزاف الانواع، بلا ما نبقى نلمح. انتوما عارفين شكون شكون كيحارب الرجاء، وشكون ما بغيتش الرجاء دير النتائج، وشكون عينيه في هذا المكتب، وشكون عينيه بغى يوقف العجله وبغى يدير العصا في الضويضه. هذو كلهم كتعرفهم سواء داخل الوزيز او خارج الوزيز، فاهمين؟ دونك حنا كجماهير بغينا الفرقه، يعني حنا بغينا الفرقه. حنا اذا سولتي اي رجاوي لبيب وحر غادي يقول لك شوف انا اش بغيت، انا بغيت غير الفرقه ترجع ليا ما هو تفرجنا ونكون مرتاح وتفرجونا بخير وهكذا. داكو، فهاد الهدف اللي عندنا حنا كرجاويين بغينا نحققوه، راه كيخصنا يد في يد، راه كيخصنا يعني تكون عندنا ديك القناعه انه ما عمرك تحكم على بنادم قبل ما تشوفه سيغ لو تيغان، سواء اللاعب سواء المدرب. داكو، دونك نخليو المدرب يخدم وتكون عندنا ديك لا باسيونس، ونحيدوا ديك اللغه المسمومه اللي كدور على انه راه هذا ما يصلحش، ولا صيدونا، وهذا شحال هو جالس، وكانوا مشومين وجابوهم، ولا يجيبوهم اسيدي يفيدوا الفرقه، علاش لا؟ ما نساوش واحد القضيه، راه التوصيل اللي جا اذا جا دابا راه جاي عرفتي بحالاش؟ جاي افيك ان اسبري روفونشار. عشان ان اسبري روفونشار هو مثلا الفرقه اللي صوب بحال القضيه اللي الفرقه اللي صوب اللي صوب اللي صوب الحيمن حيبر من مسال السؤال ما شنو دار؟ راه ما مشاش قلب على اللعابه واعرين والسميات، لا مشى قلب على اللعابه اللي عندهم ليسبري روفونشار، اللعابه اللي بغى يثبتوا الوجود ديالهم ويبينوا للفرق ديالهم بانه فرطوا فيهم وضاعوا فيهم وانه كانوا يستحقوا يلعبوا. مشى دبر اللعابه من الرجاء، دبر اللعابه شي حاجه من واتزم، شي حاجه جابها من السوالم، شي حاجه جابها من الغريم، شي حاجه جابها يعني دار من هنا ومن هنا ومن هنا. هذوك اللعابه اللي هما عندهم ليسبري روفونشار راه هما اللي كيعطوك ديك لابولسيون، كتعطيك القوه للفريق، تيخليو الفريق انه كيعطي شي. هاد القضيه ديال غوفونشار داك اللاعب اللي كيبغي يبين لك انا كنستحق وانك راك فرطتي فيا وما تستاهلنيش، هو دابا اللي هو الطاوسي دابا. الطاوسي دابا كنا سدينا عليه الباب في 2016 ومشى هو مغبون، فهو ملي جا دابا راه جا كونوا على يقين انهم اللي عيطوا ليه في التليفون اول مره راه تلقى كيطير بالفرح، وراه باقي الان كيعبر على الفرحه ديالته لانه حس براسو بحال التهان، وان الرجاء ضات ليه الاعتبار وضاتو. هاد النوعيه من المدربين اللي كتهضوا في هاد الظروف راه بحال داك اللاعب ديال السوالم اللي عند الحيمه، كيكون عنده ان اسبري روفونشار كيبغي ينتقم ويبين للرجاويين بانك انتو غالطين فيا ملي صيفطوني وسديتو عليا الباب، وانا كنستحق انا اللي غادي نجيب لكم البطولات وغادي ندفعكم البطولات. راه هاد الشيء اللي غيوقع وهاد الشيء اللي كاين وهذا هو الواقع. اش باقي؟ اللي باقي هو اننا خاصنا حيت الطاوسي باش ينجح راه ماشي مسألة التكتيك ومسألة التنظيم ديال الفريق في الملعب، راه كذلك محيط، خاصنا نوفروا ليه داك المحيط السليم. واي واحد في الجماهير كيما بغى يكون النوع ديالو اللي كيحاول يدقدق في الفرقه لانه ما وصلش للمصالح ديالته الذاتيه كيخصنا نوقفوا ليه. هادو هما الجماهير ديال الرجاء، شي داك دونون غدا ما خاصش كل شي واحد يبقى خاوي، هادو هما الرجاويين الاحرار. اما غدا يكون خاوي والله ما نعقل عليهم.
شي هادوك اللي ما غيحضروش غدا والله ما نعقل عليهم. كل لايف ندقدقهم، كل لايف نهضر عليهم، كل لايف نكشفهم بانهم ناس انتهازيين، لانهم ما جاو ما جاوش وقفوا على فرقتهم وما جاوش داروا ما داروا الناس اخرين. واخا ما كنبغيش، واخا حنا هما المثال، ما خصناش نعطيو المثال بشي واحد. وكنتمنى ان رسالتكم وصلت. نشوف الاخوان اللي